خليني اقول لك ان موضوع جمهور النادي الاهلي رابطه الانديه كان ليها دور كبير جدا في هذا الامر، وتم توجيه الشكر لرابطه الانديه سرا، يعني ما اتعملش ده علانيه، ولكن اتحاد الكره ملوش دور عشان برضه نحط النقط على الحروف. رابطه الانديه واخده وعد انه المباراه لو خرجت زي ما كانت ريهام بتتكلم على موضوع الشماريخ، وعد انه لو المباراه خرجت بالشكل اللي الناس عايزه تشوفه وبالشكل المطلوب، هم واخدين وعد ان الجمهور هيبقى مفتوح بشكل كبير جدا من الدوري الموسم الجديد، وشبه خدوا موافقه بده، وده احنا بنقوله هنا بس ده مرهون بمباراه الهلال والاهلي. عشان كده بقالي من يوم ما الماتش ما خلص وانا بطلع اقول ابنه ثقه، ابنه جسور من الثقه للجمهور، لانه جمهور الاهلي اذا ادى مثل طيب هيبقى ده هيعم الخير علينا كلنا. بالظبط، عندنا فرصه نشوف الجماهير والدنيا تبقى كويسه.